الحقيقة هي أسئلة واستفسارات أكثر. غرفة عمليات وزارة الهجرة مكلفة بالرد على هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة، وده بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات. هذه الغرفة بدأت عملها منذ اليوم الأول لإعلان عملية تصويت المصريين في الخارج، وده زي ما قلت لحضرتك بالتنسيق مع الهيئة بنبتدي إن احنا نعلمهم بمواعيد التسجيل بالمحافظات المحلية في المرحلة الأولى، المحافظات في المرحلة الثانية، رد على كل الإجراءات اللي بتتم في عملية أو أثناء التصويت. فريق يعني غرفة عمليات وزارة الهجرة مدرب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للرد على هذه الاستفسارات. طبعا نظرا لجائحة كورونا ما بنشوفش صور المضيئة للمصريين في الخارج من الوقوف أمام أبواب السفارات والقنصليات، إنما نظرا لجائحة كورونا وبالتأكيد حماية من الدولة لأبنائها واحتراما للإجراءات الاحترازية للدول الأخرى، قررت الدولة أن يكون هذه الاستحقاقات الدستورية عبر البريد السريع. في التأكيد تجربة جديدة، إنما تجربة بتؤكد أن الدولة بتستمر في إعطاء هذا الحق للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من التصويت. إيه السلبيات اللي واجهناها في المرحلة الأولى وتفاديناها في المرحلة الثانية؟ الحقيقة هي مش سلبيات قد ما هو على طول تجويد في ما يتعلق بعملية التصويت. وخليني أشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على الاستجابة لكل الاستفسارات والمشاكل. الردود على الأسئلة للمصريين في الخارج قبل عملية التصويت وأثناء عملية التصويت ده بيسهل الكثير على المصريين، لأن لما بنرد على مواطن هو بيعلم المواطنين الآخرين. فإذا هي عملية تنسيقية بحتة ما بين كل أجهزة الدولة، وبالتأكيد شغل السفارات والقنصليات في هذا الشأن في جمع المظاريف وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات كل ده بيسرع من ويسهل أيضا من عملية التصويت. I'm not going to be able to do that.